أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما صحة الحديث لا تسرف ولو كنت على نهر جاري؟ هذا الحديث ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لسعد بن أبي وقاص، والله أعلم، أنا ما تابعت يعني سنده، قال لي يظهر أنه ليس بالقوي. نعم، لكن الإسراف عموما منهي يعني. نعم.